عن literary definitions بعض التعاريف الأدبية أو المصطلحات الأدبية. إحنا بالمحاضرة السابقة شرحنا بعض الأمور اللي تخص الأدب، الأنيماتوبيا وهالسوالف هذه، الرايم سكيم والسجع والألتريشن، تكلمنا عنه إن شاء الله بالمحاضرة السابقة، وقلنا تحفظون التعاريف وتحفظون على كل وحدة مثال، على كل وحدة مثال، لأن كلش مهمات، قلنا تحفظ التعريف وتحفظ عليها مثال. طيب هسه شعبنا؟ عندنا بعض المصطلحات المهمة. من أقول line، شنو معنى line؟ a sentence or a fragment of a sentence، يعني معناها شنو؟ يعني معناها هو جزء من القصيدة. line هو جزء من القصيدة، يعني جملة من القصيدة، سمونا line of a poet، يعني للبوم، للقصيدة. يعني لما إحنا نأخذ سطر واحد من القصيدة نسميه line، نسميه بالإنجليزي line. طيب عندنا ايضا الستانزا، شنو معنى ستانزا؟ A group of more than one line، هي مجموعه من اكثر من لاين، يعني ثلاثة اسطر اربعه يسمونها ستانزا، يسمونها مقطع من القصيده، يعني مقطع من يسمونها ستانزا، يعني اربع ابيات شعريه، اربع اسطر شعريه، اربع ابيات من القصيده يسمونها ستانزا، يسمونها ستانزا. فلما يقول لك الطالب، لما يقول لك الاستاذ اشرح لي الستانزا، شنو يعني ستانزا؟ الستانزا معناها جزء من قصيدة، الستانزا معناها جزء من قصيدة، هاي معنى الستانزا، يعني جزء من قصيدة. طيب نيجي على الايروني، شنو معنى ايروني؟ A term with a range of meaning or has a second meaning intended by the writer. هو مصطلح له معنى أكثر من معناه، يعني شلون؟ يعني معناه اللي هي يسمونها التورية أو اللي يسمونها السخرية، تقول شيء وتقصد به شيء آخر، هذا هو المقصود. A term with a range of meaning، هذا أيضا راح تحتاجه لما مرات الأستاذ يقول لك وين الآيروني بهاي القصيدة، أو الأستاذ يشرح لك قصة ويقول لك أريد الآيروني. شنو يعني الآيروني؟ اللي هي الشاعر لما يقول شيء يقصد به شيء آخر، وراح أعطيكم مثال عليه وحتى تفهمونه إن شاء الله. شوفوا مثال على الايروني، مثال على الايروني. الايروني معناه طلابنا الاعزاء، شايف لما واحد يقول لك مثلا على سبيل المثال الجو الان، الان الجو في مثلا نقول الكهرباء بالعراق اليوم كلش زينه، كاب اليوم كهرباء، الكاب الكهرباء بالعراق كلش زينه، يبقى الحقيقة الكهرباء زينة، هي الحقيقة الكهرباء مو زينة، بس تقصد بها معنى آخر، هو هذا اللي يسمونه ايروني، معناها الكهرباء مو زينة. مثلا واحد دائما ما يدق عليك ولا يسأل عليك صديقك، يقول لك يا بتر شنو قضيتك انت كل يوم يدق علي، هذا اللي يسمونه الايروني، هذا اللي يسمونه الايروني. الايروني اللي هي تقول به شيء وتقصد به شيء آخر، يسمونه مرات السخرية، أو اللي يسمونه التورية، تقول شيء وتقصد به شيء آخر، هذا هو المقصود بالايروني. فالايروني تقول شيء وتقصد به شيء اخر، هذا هو المقصود به. طيب نجي الى السمبوليزم، شنو معنى سمبوليزم؟ is using a symbol to signify ideas and qualities giving a symbolic meaning that meanings that are different from the literal meaning. السمبوليزم معناها رمزيه، شنو يعني رمزيه؟ يعني اكو معنى، اكو معنى مخفي. يعني شلون اكو معنى مخفي؟ يعني مثلا الان، الان الحمامة لمن ترمز؟ ها من يجاوبني؟ الحمامة لمن ترمز؟ هاي مادة الأدب طلابنا الأعزاء، عيني ترمز إلى السلام، هذا واحد كاتب للحرب، الله يجيب كوخك يا والله، وكل حمامة ترمز للحرب، وكنت وين عايش انت؟ الحمامة ترمز للسلام، معروفة الحرية أو للسلام، أحسنت، هذا هو الرمز. احنا عندنا الاغراب لمن يرمز؟ الاغراب دائما للفقر، مو قول اغراب، ايوه رمز، هذا مالته يعني الرمز هيك، يعني الرمزيه مالت الموضوع، هذا اللي نقول عليه، واحد يقول له والله انت وجهك وجه الاغراب، يعني هاي الرمزيه، شنو يعني رمز؟ انه معناها شر، ترمز الى الشر، زين يعني، فهذا هو المقصود بي. مرات واحد يلبس قميص اسود ويروح للجامعه ما يجاوب الامتحان، فشي يقول والله هذا القميص الاسود والله كل ما البسه والله ما اجاوب،
إذا هذا القميص، القميص لمن يرمز؟ يرمز إلى الشؤم، مو صحيح؟ صايرة وياكم هاي مو؟ إي فهي هاي الرمزية، سمبولزم يعني رمز، يعني رمز، رمزية يعني يرمز إلى معين، شيء معين، يرمز إلى شيء معين. تذكرون بالسادس إعدادي لما البسمار اللي كان في قصيدة الكناري، لمن كان يرمز الكنار؟ إيه النيل، لمن كان يرمز إلها؟ إيه لي إيه كان يرمز إلها، كان يعني يذكرها للذكريات، يذكرها يعني دائما بذكرياتها، ذكريات الطير كل ما يشوفه، وأعتقد لحد الآن هذا موجود، يعني لحد الآن حتى بحياتنا موجودة السمبولزم، الرمزية موجودة لحد هاي اللحظة بحياتنا اليومية. يعني مثلا واحد كل ما يشوف تفوت بمكان تتذكر شيء معين، هذا رمزية صح، هذا رمز. مثلا احنا مثلا اني اشوف على سبيل المثال تقاطع طرق، هذا تقاطع طرق مثلا لا سامح الله صار به حادث، هذا دائما من نشوفه تتذكر انه اكو حادث هنا، اكو رمزية هنا، اكو رمز بالموضوع. يعني فهاي هي الفكره، يعني انه هي اكو رمزيه، يعني هذا هي اكو رمز بالموضوع، يعني انه اكو معنى معين مخفي، اكو معنى معين مخفي. من يتذكر قصيده الصقر والحمام؟ قال حمام لصقر اغار فاختار وكره، تذكرونها لو لا؟ القصيده للشاعر محمد مهدي البصير اللي كانت موجوده في صف الثالث متوسط، ما اعرف بالمنهج الجديد اذا موجوده او انحذفت لحد الان، بس اللي هي تقول قال الحمام لصقر أغار فاغتار وكره، أأنت ضيف كريم وانصاع يأخذ حذره، فقال لا بل صديق كثير علم، كثير علم وخبرة، قد جئت وكرك لكن لكي أدبر أمره، سأستدر غناه وعنك أدفع فقره. اللي هي هاي القصيدة الرمزية، اللي هو يقصد الحمام منه، من يقصد الصقر؟ الصقر يقصد به منه، قصائد رمزية المغزى السياسي، حاول فيها بأسلوب واضح السهل أن يتناول حجج المستعمرين في احتلال الشعوب المسالمة. يعني استخدم الشاعر هنا أنه الصقر هو الاستعمار، اللي هي الدول الغربية اللي لما تيجي تحتل الدول المسالمة، الدول الفقيرة مثلا الدول الفقيرة اللي هي يسمونها استعمار، هذا الصقر. والحمامة يقصد بها من هي؟ ال 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 اللي هو يقصد به الحمامة، اللي يقصد بها البلد الفقير، البلد الفقير لما تحتلها دولة غنية أو دولة مستعمرة، هذا هو المقصود بالسمبولزم الرمزية، موجودة حتى عندنا بالعربية، قصائد ذات مغزى رمزي. طيب الأود، شنو معنى أود؟ الأود هي القصيدة. Is a poem in which a person expresses a strong feeling or love to or respect for someone or something. يعني هي القصيدة اللي تعبر فيها عن حبك ومشاعرك او احترامك لشخص ما، يعني لشخص عزيز عليك. لما واحد عزيز عليك تسوي له قصيده، هاي القصيده تحب بها، تعبر بها عن احترامك له او حبك له. يعني هوايه قصائد كتبت عن شخص، مثلا قصائد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قصائد باللغة الإنجليزية. طبعا أنا دائما أعطيكم أمثال باللغة العربية حتى توصلكم الفكرة، لأن إذا أعطيك هسه أقول لك أود ذا سكاي لارك، قصيدة إلى حيوان الغنبرة، أنشودة القنبرة، تعرف شنو أنشودة القنبرة؟ أنت ما تعرفها، فراح أدوخ شنو قصيدة القنبرة يا شنو، فأنا أعطيك قصائد عربية حتى تفهمها. فمثلا من ضمن هاي القصيدة اللي هي القصائد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبينا ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، قصيدة لمن تقول ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ والملائكة حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة، وإلى آخره والمنتهى وإلى آخره، قصيدة ولد الهدى. زين، أو القصائد الأخرى اللي كتبت عن محمد، عن نبي الإسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي الإنشودة. كذلك عندنا الإلجري، الإلجري اللي هي المرثية،
اللي هو الرثاء. شنو الرثاء؟ يعني ترثي شخص عزيز عليك. وهو عندنا قصائد أيضا، قصائد الرثاء موجودات ومكتوبات. تعريفها It is a short story, it is a sad poem. هي قصيدة حزينة. Usually written to praise or expresses a sorrow for someone who is dead. إذن قصيدة لشخص حزين، لشخص عزيز عليك ميت، يسمونها الرثاء المرثية أو الرثاء، الشعر المرثي وإلى آخره. هي من القصائد الجميلة جدا التي يعني هي حزينة طبعا. مثلا واحد يقول يعني هواي 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 قصائد ما يحضرنا الآن، ولكن كثيرة هي الأعمال الأدبية المرثيات باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. الفيبل، الفيبل شنو معناها؟ هي الخرافة. It is a short story. هي قصة قصيرة تتكلم عن to talks about uses animal or main character to teach her to explicit moral. هي القصائد التي يعني يستخدمون بها الحيوانات لكي يعبرون عن فكرة معينة. يعني قصة تتكلم عن الحيوانات، تتكلم بها، يعني مو البشر يعبرون بها عن فكرة معينة، يعبرون بها أشكال قصص وخرافات عندنا من هذه السوالف. الإلجري هي نفسها سمبوليزم، يعني من أقول لك إلجري أو سمبوليزم نفس الشيء، اللي هي القصائد اللي بها مغزى. الثيم هو الفكرة مالت القصيدة. A theme is the underlying main idea، اللي هي الفكرة الأساسية بالموضوع. يعني لما نقول لك واحد يحكي لك عن، أقول لك شفت هذا الفيلم، يقول لك هو عن شنو يحكي؟ تقول له هذا الفيلم يحكي على أنه في شخص هيك رايح ويصير بيه. الثيم هو الفكرة الأساسية، المين ايديا. طيب الإيمجري اللي هي الصورة، أيضا شرحناها لما أعطيتكم البارحة قصيدة محمد مهدي الجواهري. محمد مهدي الجواهري. طيب طلابنا الأعزاء، هذه عندنا أسئلة. شوف الأسئلة شلون تجيك بالامتحان. السؤال الأول مثلا يقول لك ماتش، على سبيل المثال جاب لك هنا السيميلي، يقول لك وين السيميلي؟ وين هنا عندك سيميلي بهاي القصيدة؟ وين عندك هذا السيميلي؟ هافي أزروك، هذا سيميلي. قال لك هنا عندك personification اللي هو التشخيص، التجسيد. شنو التشخيص؟ ندور وين اكو تشخيص هنا، وين اكو تشخيص هنا. يقول ذا كوب دانست، الكوبرغاس، هو هذا personification. هذا نوع من الأسئلة، انه يجيب لك اي وبي ويقول لك تربط بين يا هو يا هو الالتريشن، يا هو السيميلي، يجيب لك اياهم تعاريف ويجيب لك عليهن امثله عادي. ماتش شلون سادس اعدادي نفس الشيء. ممكن يقول لك ستيت، ترى هذا مصطلح جديد. من يقول لك ستيت، شنو ستيت؟ هذا ترى مو علم ذره، هذا معناها تعريف، تنطيه تعريف. شنو تعريف الكونتراست؟ شنو تعريف الايمجري؟ شنو تعريف الميتافور؟ شنو تعريف السيميلي؟ شنو تعريف الانماتوبيه؟ كلهن ماخذينهن، تحفظهن وخلاص سلامة خيركم. بس ذن تحفظ التعاريف، تكتبهن بالامتحان وتنطع عليه المثال. With examples. State معناها عرف. من يقول لك state يعني معناها عرف. عندنا سؤال آخر يقول لك What are the figures of speech؟ ما هي الفيجرز اوف سبيتش؟ وضح لي خمسة من عندها. تكتب خمسة من الفيجرز اوف سبيتش اللي أنا أخذناها هسه قبل شوية، اللي هن التناقض وإلى آخره. تكتب لك خمسة من عندهم وتعرفهم وتنطع عليه أمثلة. بس نجي هنا قايل لك What are the poetic devices؟ طبعا poetic devices هي نفسها figures of speech. مرات فيهم أساس اللي يسمونها poetic devices اللي هي figures of speech. قايل لك اشرح لي عن 3، يا بهاي الثري شرح، نعطيه شيء نشرح له ثلاثة ونطع عليه أمثلة. هاي اللي شرحناها البارح. هنا قايل لك ما هو ال personification؟ عارفه ونطينا عليه مثال، هم نعرف ال personification ونطي عليه مثال، خلاص هاي سلامة خيرنا، غيرها ماكو. شلون بالعربي لما يقول لك عرف الادب واعطي ثلاثه من خصائصه، نفس الشيء نفس الشيء. طيب السؤال السادس تشوز ذا رايت، هنا هذا سؤال اختيارات، خلونا نحله انا وياكم بعض حتى نتعلم عليه. يلا يا ابطال، السؤال الاول يقول لك occurs when we find two completely opposite pictures، لما نجده عندما نجد صيغتين متناقضتين. يلا من يجاوبني؟ ال personification، لو الريثم، لو الكونتراست، لو الالتريشن. يلا يا بطل يجاوبني علي. احسنتم، كونتراست. الجواب الصحيح كونتراست، تناقض.
اللي هو تناقض contrast. طيب السؤال الثاني, it takes the form of a vivid picture by a vivid picture by which the poet makes an clear idea. ها اللي يستخدمها الشاعر حتى ينطي صورة واضحة لكي يعبر عن فكرة معينة. شنو هذا؟ illustration, repetition, simile, metaphor. من هو؟ يا اختيار من هذا اللي موجود. يا ابطال خذناه ترى. لا مو ميتافور, غلط. هنا شو يقول؟ يقول هو عبارة عن اعطاء الشاعر صورة معينة بذهنك. ها ايش قلنا عليها احنا؟ ها من يقول لي؟ دقيقة خلينا نقول احنا ما نعرفها. رقم اثنين نجي على الميتافور. الميتافور تشبيه, غلط. سيميلي ايضا تشبيه باستخدام اللايك والآز, ايضا غلط. ريبيتيشن معناها تكرار, اذا ما بقت عندي غير الالستريشن, راح اجي اختار الالستريشن واللي هي معناها التوضيح اللي هي الايمج الصورة. نفس الشيء نفس الشيء, هو هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة شي يقول؟ يقول the poets الشعراء repeat the single idea, يكررون الفكرة المعينة او الجملة to emphasize a particular idea, حتى يأكدون على فكرة معينة. ها يا ابطال شرحت لكم اياها البارحة. شنو هاي يا اختيار؟ illustration, repetition, simile, metaphor. يلا جاوبوني بالتعليقات. تكرار, احسنتم احسنتم احسنتم. اذا الجواب الصحيح راح يصير repetition, بارك الله بكم. اذا الاختيار الصحيح repetition. ليش repetition؟ ليش؟ لانه تكرار. رقم أربعة, نقرا السؤال مو بس نجاوب هيك, لا تقوم مو بس جاوب بكيفك حاس باس يلعب باس, ماكو هيك. اكو طلاب يسوون حاس باس ترى. طيب رقم أربعة نقراها, this is a direct comparison, مقارنة واضحة. طيب can be recognized by the use of the word like as and like and as. يقول نستخدم بهم اللايك والآز. ها يا أبطال يا وحدة من عدهن نستخدم بها اللايك والآز. ها رقم أربعة, يلا يا أبطال يا رقم, ها عيني, يلا يا شاطر جاوبني. الميتافور, أحسنتم. لا مو السيميلي, لا غلط. لا 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 سيميلي ولا الميتافور؟ شو تقولون؟ أنا ما أعرف, أنا ما أعرف, أنا بدي أقول سيميلي لو أنا ما أعرف. أنا بدي أسألكم شو تقولون؟ واحد قال ميتافور, واحد قال سيميلي. ها من يقول سيميلي ومن يقول ميتافور؟ ها زين, السيميلي احنا قلنا عليه هو استخدام هو استخدامهم باستخدام اللايك والاز, والميتافور هو مقارنة بدون ما تستخدم اللايك والميتافور. اذا الاختيار الصحيح هنا سيميلي مو ميتافور, غلط الميتافور. ليش ميتافور غلط؟ لان الميتافور ما نستخدم اللايك والاز, هو هنا قايل لك يوز, نستخدم يوز باستخدام اللايك والآز. إذن هاي السيميلي. الميتافور ما نستخدم اللايك والآز, ما نستخدم اللايك والآز. شوف أنا شي يقول لك, يقول لك it is like simile, مثل السيميلي, but it is not direct, ولكنها غير مباشرة, يعني مو مباشرة, مقارنة مباشرة. The words like are not used. إذن هنا ما راح نستخدم اللايك والآز. هاي يا أبطال إذا ما استخدمنا اللايك والآز إذن إيش راح نقول عليها؟ سيميلي لو ميتافور؟ احسنتم. اذا راح نستخدم هنا الميتافور ابطال, اذا راح نستخدم هنا الميتافور. اذا الاختيار الصحيح ميتافور. رقم ستة يقول لك occurs when inanimate object are given a human form. يقول عندما نعطي صفة بشرية للحيوان او لجماد. عندما نعطي صفة بشرية لجماد او حيوان, هاي تعريف ترى نحفظهن. ها ركز عليهم تعريف ذن نحفظهن. هاي يا ابطال صراحة نختار. لا personification, rhythm, contrast, alteration. لا مو rhythm, غلط. personification, احسنت. اختيار الصحيح personification. وقلت لكم حفظوه مهم. ليش ما قارين؟ ليش؟ ليش يا طلاب ما قارين؟ طيب احنا راح نتوقف لهنا, احنا راح نتوقف لهنا, راح نتوقف لهنا. راح اسوي لكم امتحان بهذا النكولين اللي اخذناهن, راح اخذ لكم شكو شيء اخذناه عندكم بامتحان, راح اسوي لكم بين امتحان المحاضره الجايه. ها
هذا اني كل الامتحان فيه اشتر الملزمة من المكاتب، اشتر الملزمة من المكاتب، حتى انا مسوي لك صح وخطأ وحال لك اياهن ايضا، تقراهن ضبطهن، سوي لك بيهن امتحان المحاضرة الجاية. يلا يا